هيئة التنسيق المشتركة تنظم وقفة احتجاجية في ساحة الحرية تزامنا مع اليوم الأول للإضراب عن التدريس في المدارس العمومية، احتجاجا على ما وصفوها بالأوضاع الصعبة التي يعيشها المدرس. الأمين العام لهيئة التنسيق أكدوا أنهم يسعون من خلال الوقفة الاحتجاجية للفت انتباه الوزارة الوصية من أجل إجراء مفاوضات معهم حول عريضتهم المطلبية. تضغط على الجهات الوصية ممثلة في وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي من أجل فتح مفاوضات جادة ومثمرة معها حول عريضتها المطلبية المكونة من مطلبين رئيسيين هما مراجعة رواتب وعلاوات المدرسين واستحداث علاوات لهم وتوفير السكن اللائق للمدرس. المحتجون أكدوا أنهم سيواصلون حراكهم الاحتجاجي حتى تلبية حقوقهم المشروعة المتمثلة في زيادة الأجور والعلاوات وتوزيع القطع الأرضية على المدرسين. هذا الإضراب يستمر 9 أيام، وهذه وقفة احتجاجية تأتي في إطار الإضراب، والإضراب يأتي في سياقين: سياق المطالبة بمطالب المدرسين من زيادة الأجور والعلاوات وتوزيع القطعة الأرضية للقطع الأرضية. الوقفة الاحتجاجية تقول الهيئة التنسيقية أنها تأتي ردا على التجاهل التام من قبل وزارة التهذيب الوطني لمطالب نقابات المدرسين الذين يخوضون حراكا احتجاجيا يدخل عامه السادس وسط حالة إحباط عارم وامتعاض شديد من الواقع المزري الذي يعيشه المدرس، مؤكدين أنه سيزيد المدرسين إصرارا على المزيد من النضال حتى تستجيب السلطات المعنية لمطالبهم المريحة وفق تعبيرهم.